ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. رجعنا في فيديو جديد وتريلر رياكشن جديد هنا على هوم سينما، وده التريلر رياكشن بتاع فيلم سكريم. فيلم سكريم يا جماعه ده واحد من الفرانشايزز اللي انا متربي عليه من وانا صغير من جيل التسعينات. فيلم سكريم وهو واحد من الافلام المفضله بالنسبه لي، كاتيجورايزد از سلاشر موفي. عارفين انتوا الافلام بتاعت السيريال كيلر مايك مايرز والكلام ده كله، سكريم او جوست فيس الشخصيه ذات نفسها هي كانت من الكاركترز اللي انا كنت بحبها من وانا صغير، وهو من الافلام اللي حقيقي فعلا بجد اللي حببني في انواع السلاشر، اللي حببني فعلا في انواع الافلام بتاعت السلاشر موفيز، وهو كان لي نصيب كبير جدا ان انا احب نوعيه الافلام دي في طفولتي، ان انا من محبي الافلام الرعب بالذات السلاشر موفيز. قبل ما اخش في التريلر بتاع فيلم سكريم 5 اللي حرفيا لسه نازل مفيش من 9 دقايق، انا اول لما لقيت النوتيفيكيشن بتاعت ان في تريلر جديد نزل لسكريم حرفيا قلت لازم اظبط العده واظبط الحاجه واظبط القعده ان انا بحس ان انا اعمل تريلر رياكشن، لان فيلم سكريم انا بالنسبه لي ده فيلم ما يتفوتش، وهو الفيلم المفروض ان هو هينزل في يناير 2022، وبقالهم فترة تقريبا بقالهم كام يوم كده عمالين ينزلوا فيه صور لفيلم سكريم، ودي كانت من الحاجات اللي محفزة بالنسبة لي ان انا اشوف صور سكريم وعمال اقول امتى هينزلوا تريلر امتى هينزلوا تريلر، وبالفعل التريلر نزل. قبل ما اعمل تريلر رياكشن عايز اتكلم معاكم في حاجة صغيرة جدا 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 مش هطول عليكم، بخصوص ان انا هعمل شانل جديدة هنا على يوتيوب، هتكون شانل مخصصة بمراجعة افلام، بس مراجعة افلام هي ملخصات افلام. انا كنت عامل بول هنا على كوميونيتي على هوم سينما، كنت قايل لو حابين تشوفوني ان انا اعمل ملخصات افلام، فاليس جابت اكتر من نو، فالموضوع بصراحة حفزني ان انا ابدا اعمل ملخصات افلام ومسلسلات برضو ان شاء الله باذن الله، هتبقى على قناه تانية خالص غير هوم سينما وغير هوم الون، وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله اول ما هعمل القناه الجديده على يوتيوب هحط لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن عشان تروحوا تنضموا للشانل الجديده اللي هتبقى ملخصات افلام ومسلسلات، واتمنى بصراحه انها تكون تعجبكم يعني وتنال يعني تنال اعجابكم. بس ده اللي كنت عايز اقوله يعني عشان مش عايز اطول كتير، فاتمنى ان شاء الله باذن الله اول ما اعملها تدعموني هناك في الشانل الجديد بالسبسكرايب وبالشير واللايكس والكومنتس، على الرغم ان انا حاسس ان انا لسه يعني لسه في بداياتي ولسه التفاعل على هوم سينما مش كبير ولا هو ولا هوم الون، بس انا حابب ان انا اخد برضو الخطوه دي. وانا لابس على فكره جاكيت طويل عشان انا حاسس ان انا سقعان، يعني انا سقعان بجد قاعد في البيت وسقعان، يعني ما تفهمونيش ازاي بس انا سقعان، يعني دي بتضرب معايا. انا ساعات الناس بتبقى سقعان انا ببقى حران، انا ببقى حران الناس بتبقى سقعانه، ما بمشيش انا مع الناس دايما. وبتاسف جدا طبعا على الاضاءه اللي انا قاعد فيها دلوقتي، طبعا انا عارف ان الاضاءه مش افضل حاجه، ف يعني انتوا عارفين هنا النور جنبي، فبحاول ان انا اعتمد على النور اللي جاي من الاضاءه اللي هنا، فهتلاقوه نص مظلم ونص نور، فبتاسف يعني. نخش سريعا على الفيلم بتاع سكريم. هو زي ما قلنا هيتعرض في 2022 في يناير 2022، وهو للمخرج هيكون لي تايلر جيلت. تايلر جيلت ده نفس المخرج اللي كان عامل فيلم ريدي اور نوت، وكان عامل فيلم اسمه في اتش اس. انا عجبني ريدي اور نوت بصراحه. طبعا الشخصيات اللي معانا في الفيلم، ودي حاجه بصراحه محمسه جدا جدا جدا، ان هم نفس الكاركترز بتوع الافلام القديمه بتوع اول اربع اجزاء، وهي نيفي كامبل، كيرتني كوكس، وديفيد اركيت. هم دول الثلاثه المشهورين او الثلاثه اللي شاروا الفرانشايز على مر العصور في بدايه التسعينات لحد يومنا هذا 2022 بالجزء الجديد الجزء الخامس بتاع سكريم. هو مش عارف اذا كان هو تقريبا اوفيشال تريلر او ممكن ينزلوا بعد كده تريلر تاني ولا لا. انا هخش على طول على التريلر لان الشمس ابتدت تروح والاضاءه تقريبا هبقى زومبي ضلمه. طب اقول لكم على حاجه، طب انا عندي فكره، انا عندي اباجوره هنا ورا فانا بفكر ان انا اولعها، تفتكروا عامله جو ولا حاجه ولا اي اندهاش؟ صح ولا اي اندهاش؟ هنطفيها احسن ولا كاني عملت اي حاجه؟ عادي جدا، كمل التريلر عادي جدا. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم كلها اول مره. سكريم 5 يلا بينا. This isn't funny, Amber. What do you like to play a game, Tara?
3 attacks so far. Do you have a gun? I'm Sydney Prescott. Of course I have a gun. Something about this one just feels different. You ready for this? Never. Oh, stop! Wait! There are certain rules to surviving. The attacks were all on people related to the original killers. And I won't sleep until he's in the ground. Look out! Hello, Sydney. It's an honor. اوكي، هو الفيلم متصنف از اسمه سكريم، مش متصنف از سكريم 5، بس هو احنا عارفين هو في الفرانشايز هو سكريم 5. وفي برضو نفس الممثله برضو اللي كانت البوليس في الجزء اللي فات ومشعر اصفر، اللي اسمها مارلي شيلتون، اللي هي كان اسمها ديبوتي جودي، اللي كانت ضربت بالنار في الاخر، بس في الاخر لسه طلعت لسه عايشه. انا تمام مع التريلر، بنعيش تاني اجواء بتاعت سيدني ورجعت بيتها القديم، وفي قاتل جديد في زي جوست فيس، وعاوز يقتل برضو نيفي كامبل اللي هي سيدني. سيدني دي تقريبا ما بتعجزش حرفيا من ساعه ما طلعت من التسعينات لحد النهارده، هي شكلها زي ما هي ما بتتغيرش يعني. متحمس ان انا اشوفه طبعا، لان زي ما قلت انا فرانشايز انا بحبه جدا سكريم. هل ممكن يكون على الرغم ان على فكره الجزء الرابع انا كنت معترض جدا ان الجزء الرابع كان يتعمل في 2011 تقريبا نزل، ولقيت لما جيت اتفرجت عليه بصراحه عجبني جدا، انا يعني عجبني جدا الجزء الرابع، وقلت انا بصراحه يعني ما كنتش متفائله خير خالص، انا قلت عمالين يحلبوا الفرانشايز، وفعلا الجزء الرابع لما نزل انا عجبني جدا يعني، وما كنتش متوقع القتل خالص في الاخر. الجزء الخامس هل سيعود بنفس قوة الأجزاء اللي فاتت؟ الله أعلم، بس ما أعتقدش أنه هيكون بنفس درجة القوة بتاعة التريلوجي الأولين. بفكر أعمل حاجة حلوة جدا، بس مش عارف أعملها هنا ولا أعملها على قناة جديدة، أن أنا أعمل هورور في البيت، أن أنا أجيب كل أجزاء سكريم وأتكلم عنها، بس مش عارف هعملها في صيغة ملخصات ولا هعملها هنا في الكاتيجوري بتاعنا بتاع هورور في البيت على هوم سينما. معرفش لسه، هشوف لسه، هقلب الموضوع في دماغي وهقول لكم يعني. انا نسبه ترقبي للفيلم ده 8 من 10. اتمنى بصراحه ان هو يكون عند حسن ظني ويعجبني، وما يكونش مجرد فعلا حلب افكار، حلب فرانشايز، مجرد ان هم عايزين يعملوا يخبطوا اي فكره فيلم وخلاص. واول دخلت التريلر بصراحه عجبتني جدا، فكرتني باول جزء اللي كان فيه درو باريمر، الله يبسطها بالخير بقى، كانت نفس الدخله بتاعت الجزء الاولاني. عجبني التريلر، مش وحش بس عجبني، بس نسبة الهايبنس بتاعتي مش عاوز اعليها زيادة عن اللزوم. عايز اخليها زي نفس التوقع اللي كان عندي في الجزء الرابع، وبعد كده الفيلم بقى ممكن يفاجئني، بس مش عارف ليه عندي احساس ان الفيلم ده مش هيعجبني زي الجزء الرابع، مش عارف، احساسي بيقول لي. بس دي كانت حلقتنا هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانيه قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانيه اللي اسمها هوم الون، والشانل الجديده ان شاء الله باذن الله هتنزل، مش هقول لكم على اسمها، خليها مفاجاه، هسيب له لكم ان شاء الله باذن الله اللينك في الديسكربشن. لو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستجرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. وباي باي.